أنا نقول الحنوشة في الكرش، إلا أنه هذه الحنوشة أو الدودة الدبوسية هو المصطلح العلمي نتاعها تؤرق الأمهات والأطفال على حد سواء. كاين حالات وين كاين إسهال وين كاين إمساك، آلام في البطن، بالونمون، الغثيان، يعني آلام اون جينيرال سورتو بيريومبيليكال قدام السرة تاعو، فقدان في الشهية، شحوب في البشرة. الأم اللي تخاف بليك حاشاكم هذيك الديدان مازالها في البراز نتاع الطفل، واش دير؟ ديروا لي زاناليز، هذاك واش شريط لاصق تديه للابوغاتوار يقولوا لها سيغ في هذيك الدقيقه يقولوا لها اسكو مازال هذه البويضات ولا خلاص ولا شنو هي دكتوره؟ هناك ريجيم يعني ولا حميه غذائيه اللي يديرها هذا الطفل حتى ما تكونش هناك تكاثر؟ كاينه حاجه يعني من الامور الطبيعيه نحكيو على الثوم. الثوم والبصل، الثوم يعني الكركم مهم جدا في الاكل تاع الطفل اللي عنده الدود. كاين اللي ما ياخذوش بالاعتبار اطفال حديثي الولاده والرضع، علاش مازال ما يعرفوش يهضروا، مازال ما يقدر يبكي وحده برك. كاين اطفال جاوني يبكيو بدون سبب، وكير بدينا نسقسي ولقينا بلي كاين هاد الطفيليات في الدار، دونك اوتوماتيكمون هو يتعدى.